أول مرة أجيب ورد لحد أبقى فرحان كده. لا ده هو. لا ده عشان أم رضا. هي فين صحيح؟ عشانك أنت طبعا. ميرسي. وبعدين خالد؟ وين رايحين؟ مش عارف، شكلنا كده رايحين سكة اللي يروح ما يرجعش. بيمر، عايز أقولك إن إحنا لازم نفترق. خلينا أصدقاء ونسى. أقدم لك الورد ده. اللي بينا ده غلطة كبيرة أوي. لازم ما نتكلمش تاني. عايز أريحك. ريح نفسي. سلقتني بقدم لك الورد ده. لما يكون هدية حبيب لحبيبته. أنا آسف. والله العظيم آسف. سأوعدك إنك مش هتشوف وشي تاني. مع السلامة. بس أنا بحبك. أبوك ما بيك تتركني. أبوك ما بيك تروح. وأنا كمان بحبك. عادي ليش بعدك هون؟ أنا ما قلت لك روحي عند ولادك. أنا كنت بس بشوفكم تكونوا عايزين شاي ولا حاجة. عموما أنا عايزة أقول لك إن أنا هفضل دايما تحت أمرك. رقم تليفوني مع نور، إذا عوزتي أي حاجة مني كلميني على طول. كلك سوء. روحي هلا عادي حد ولادك. حياتك ما بقى تتركيهم. تحت أمرك يا مدام ريم. وقبل ما امشي هقول لنور تعمل لكم شاي. تصبحوا على خير. انت منين؟
خلينا نحكي شوي. يا بنتي الحكاية ما تستاهلش. أنا قلت لك إن عنده شغل مهم قوي عشان كده اضطر إنه يقعد النهارده. كان ضروري يتصل بيا ويقول لي الكلام ده بنفسه. هو أكيد هيعمل كده. وعارف إنك أنت بتحبيه قوي وأكيد هتقدري ظروفه. آه طبعًا. ما عشان بقدر ظروفه خلاص ما بقاش مهتم بيا تمامًا. لا مش مظبوط. لما بيكون الإنسان بيحب الشخص وبيرتاح له بيوثق فيه ما بقعد يعمل مجهود. معقولة الكلام ده يا طنط؟ ده عذر مش مقبول بالنسبة لي تماماً. وبعدين أنا عاوزة الشخص اللي أنا مرتبطة بيه يبقى مهتم بيا وبيخاف على مشاعري مش كده؟ ده حقك يا بنتي. أنا وخالد قعدنا مع بعض من كام يوم واتكلمنا في الموضوع ده واتفقنا إن هو هيتجوزك في أقرب وقت. خالد مش عاوزنا نتجوز أصلاً. لا ما هو غير رأيه وعايز يتجوزك وبسرعة كمان. عن جد؟ آه طبعاً. وأول ما يجي من السفر هيقول لكم الكلام ده بنفسه. عن إذنكم أنا عندي ميعاد مع أصحابي. أصحابك؟ آه عندي أصحاب هنا في بيروت. عن إذنكم. يوه سمر متضايقة كتير وما صدقت اللي قلته. بالنهاية البنت معاها حق. خالد مضيعة. القصة مش هون. قصة خالد وسمر بعد هيني قدم اللي بدي اقول لك اياه. ايه؟ في ايه كمان؟ وهيدا هو البيت اللي انا هدفي. تفضل تفضل. شو بك عم تطلع فيها هيك؟ يعني بنت حلوة وشكلك حلو وشكلك طيبة كمان. هو في حد ساكن معاكي في البيت ده؟ لا أدي أنا وحالي. نعم أنت ومين؟ أنا وحالي. مش فاهم يعني أنت وحالك؟ يعني في سهى المظبوطة وفي أنا اللي شايفنا قدامك. يعني صرت أنا وحالي اتنين. عرفت علي كيف؟ فهمت. يعني في سهى الطبيعية وفي سهى اللي هي النفسية. دول عايشين في بيت واحد صح؟ إذا بدك. طيب من الآخر كده، هو أنا ممكن أقعد 5 دقايق ولا عايز انا امشي بصراحه؟ لا اكيد فيك تقعد اذا حابب تقعد. اكيد اكيد طبعا حابب. يعني وانا موريش اي حاجه اكيد حابب اقعد معاك. طيب رح فوت حاطين الشبه. اوكي